السلام عليكم. مرحبا ومسهلا، وينك عليه انت اليوم؟ يوم تقول عجله والقفله مداوم ولا في متوسطه، كان معي فورد ازرق 88 اوتوماتيك. يوم داومت صبح الخلوق قافله وانا احط خشمي في جدار المدرسه. المهم دافنا المدرسه مدري دافنا طالع عن قافلتنا الاخلاق، تعرف قافله؟ قافله. وانا شغل. ايه الظهر لازم. ايه الظهر يركب معي 2 ملاع. الله يترك وانا احط رجلي على الفرامل. فورد. ايه وانا انقله من البي سيده فدي هدي. ايش دار قدامه؟ الجلد حق تصدع في الجدار. وانا طق تسوي ويمس عمره تقول باب. ادري دق اي فورد ويدقر في الصدام. انت وين تحطها؟ ار. ابا الريوس. يحسبونها ريوس يتحرى يعني في بدايات. وانا احطه في الدي وانا ادوس التقط واقف في محله. اخ نوره. يموت الخير. وانا ارفع رجلي على بنصر المتروى وانا ادوس له ويقوم ورا ما يريوس. والله من اللي حصل. يعني في البدايه ولا احد. ولي على انت علامك واحد من اللي يفك الباب اللي يمي هاي. شفت تحسب انه عايف دور الكفاره. قال يا ولد تراك راح يزيده. ما وراك احد راح راح. والله من صدق ذي الشيء. انت على فك الجرد وانا اطق الجرد وانا ادقه مره ثانيه وانا افكه وانا ادوس له وانا ارد في البي وانا احول. شوف وانا اجي من ورا الموتر. بعض المرات يقفل مخك يقفل. وانا ديوري اجي من وراه اجي مع الجهه ذي احد جاي حاط له بلوك حاط له حصى دق على واحد يسحب ما في شيء ولا عود ولا انقله من البي في الدي وانا ادوس له يدور محل لا ذاك المدرس شغل الموتر ادري عايف الفرج عايف العجبه الموتر انت تمسس في القاع قال هاي هاي وقف 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 اي والله وانا احطه في البي هو يجيك من ورا الموتر وانا افك الباب افك الباب خلك 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 هو يمد يده على القير هو يدق في الريوس انت ما تعرف ولا كذا ابكى سوق الفورد كل يوم اداوم علي لكن قفل السيستم افكر الغدا ويش اقافل السيستم وقافلتنا الاخلاق واذرني انقل من بي في دي وخشم دقنا في الجدار ويدور ودي خلي معي على الباب اعبر من حمد يفك الباب ويطالع بالقمره ترقى متمسك لا لا يفك الباب يفك الباب ويعايب الكفرة ورا وانا ادوس الكفرة واضح انه يقعد فك الجلط فك الجلط يمكن الجلط وترى ما وراك احد راح هو يمد يديه ويطقه في الدي ينطقه في الدي وخر عن الباب قال ارفع رجلك على الفرن وانا ارفع رجلك وترى مدرج ايه يا رجال كنت صحيني من النوم تمنيت اني مذكى ولا جاء المدرس يعلمني السواقه. وليد يمشي وجهه طاح من خويه. الحين صدقني وليد كمل الدراسه وما يسلم على المدرس. لا هو صاحب فزعه.